ولا تقف ما ليس لك به علم، آية وقاعدة عظيمة جدا في الحياة. والله أخوتي راني نتمني لكم كاع لكم تسمعوا فيها تدخلوا الجنة إن شاء الله، ندخل معكم تاني. ولكن هذه الآية والله خطيرة خطيرة جدا. جهنم اللي القعر تاعها حجرة مرة سقطت 70 عام وهي تطيح، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم سمحها، قال لهم قال للصحابة 70 عام وهي تطيح باش وصلت لجهنم. فجهنم كيما هذه تروح تلعب بها بكلام تاع قهاوي، بكلام غير هكاك سمعتها قاعد تعاود في فيك البيروكي، ولا ما عندكش لي علم، ولا عندك به غير ظن، غير انك تعرف شويه، ما تعرفش كاع الصوره بصح تعرف شويه، وتروح تهدر في الناس، فلان كذاب، فلان يخون، فلان غشاش، هذاك الاونترينر حمار، هذاك الطبيب ما يعرفش، هذاك الدواء ما يصلحش، هذاك روح قطع، روح دير. ما تهدرش بالقسطو، ما تهدرش بالظن، لانك ممكن بسهوله تدخل جهنم بسبب حاجه ما تستاهلش. شاي فايدتك كي تقول داك حمار وداك غشاش وداك خاين؟ شاي فايدتك؟ شغل تدي في الدنيا هي اللي تعبها بلا جرافيتي لا سيتوياسيون، تهدر فيها هضره ما فيهاش فايده من بعد تدخلك لجهنم. خصنا نونترين روحنا على هذه الايه، لا تقفوا ما ليس لك به علم، تدرش سلك روحك بالله اعلم، سلك روحك بالله اعلم، بلا ما نروحوا نطلعوا النيفو، ولا واذا قلتم فعدلوا انك تعدل في القول، بلا ما نروحوا نطلعوا نزيدوا نطلعوا النيفو، وقولوا للناس حسنا، انك تقول للناس غير الهضره الزينه والموزونه. فجماعة والله حاجة واعرة واعرة بزاف، الجنة والنار ما راش لعب، مادا بيا إن شاء الله قاع نكونوا عابين بلا جرافيتي دلا سيتياسيون، وما نهدروش في حاجة ما نعرفوهاش، ما نهدروش بالقسطو، ما نكوبيوش ونقولوا الهدرة اللي غير هاك سماوية، فلنسموها في المجالس وفي القهوة، والله أعلم.